كابتن محمود الخطيب بيكمل سلسله من تصرفات عظماء قادوا النادي الاهلي. والمناسبه حابين نقول للكابتن محمود الخطيب كل سنه وحضرتك طيب وبخير. كابتن محمود الخطيب احد ابرز مواليد شهر العظماء، هيكون عيد ميلاده ان شاء الله الاربع الجاي، احنا لسه نكون طالعين الجمعه بالظبط، فلازم نقول له كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن محمود. وقلت لنا في الملعب وحضرتك بتنهي او بتنهي مسيرتك داخل الملاعب الف شكر. كل مره بالفعل عايزين نكرر لك احنا الف شكر لحضرتك، الف شكر لانك نموذج ومناره نقتدي بها في وقت الازمات. كابتن محمود الخطيب بيقول كل باخلاقه، عشان كده لساني ما طلعش اي جمله، ده اللي بيشهد بيه كتير جدا من جماهير الكره المصريه، ويمكن كمان المنافسين شاهدوا بيه، اكيد ده قدوه لينا ومزيد من ضبط النفس لينا والشباب كتير جدا، ان بالفعل حقك هتاخده باخلاقك مش باي تصرف.